السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم اجيتكم بفيديو جديد. هذا الفيديو راح نتكلم عن كيفية دمج الصور عن طريق برنامج اللايت روم. طيب، قبل ما نجي نفوت البرنامج لازم نرجع للكاميرا. ليش؟ لانه الكاميرا هي الاساس. طيب، احنا حاليا هنتحول من الشاشة إلى الكاميرا. طيب، فتحنا الكاميرا، نجي إيش هي أهم الإعدادات اللي لازم تكون من ناخذ صورة. نجي للمنيو، نرجع إلى أخير صيغة جودة الصورة. إذا خليناها على جودة الرو اللي هي ال RAW، هاي راح تكون جودة الصورة عالية، بالنهاية تنطينا أكثر مساحة من نقعد نشتغل عليها في حال ندمج الصورة أو في حال نشتغل عليها على برنامج الفوتوشوب. فحاولوا دائما تخلوها على صيغة الرو حتى تلتقطون صورة بجودة عالية وبمساحة ذاكرة أيضا عالية، حتى تقدرون تشتغلون بها وتلعبون بتفاصيل الصورة. تمام، أول نقطة تخلوها على الرو، هاي أول شغلة. طيب، هذه أست حاليا انتهينا منها. طيب شكرا، نرجع حاليا إلى الشاشة معنا. طيب، حاليا رجعنا إلى الشاشة الرئيسية معنا. راح نقوم نختار مجموعة من الصور. مثلا عندكم، عندي هاي الصورة ماخذها 11 لقطة، 11 12 13، راح نعملها 12 لقطة. ماشي، راح ندمج هاي ال 12 صورة سوا. ليش ندمج 12 صورة سوا؟ هذا السؤال جدا مهم. إذا تلاحظون هنا بهذا المكان راح تشوفون هذه الصورة انطت للغيوم اتجاه معين، حركة الغيوم. طيب، نجي على الصورة الثانية، إضاءة مختلفة شوية وأيضا حركة غيوم. وحاولوا كل صورة مثلا يا تزيدون يا تقللون الاكسبوجر اللي هي الإضاءة. طيب، أول فيديو مثلا أخليها اكسبوجر عالية، إضاءة عالية، ثاني أقلل الإضاءة شوية. إيش راح يصير عندنا؟ فرق ما بين صورة وصورة، راح يصير عندنا الإضاءة راح تقل، تمام، وراح يصير عندنا حركة الغيوم. حركة الغيوم راح تشوفوها بالنهاية. هاي الصورة الثالثة راح تشوفون الإضاءة قلت وحركة غيوم. الرابعة الإضاءة قلت والغيوم بعد عاد تتحرك. خامسة كذلك، السادسة كذلك، السابعة وإلى آخره. عندي هنا بعض الصور نفس الإضاءة. ليش؟ لأن هنا ما كنت أحتاج أنه أقلل أو أزيد بإضاءة، اللي كنت أحتاج فقط حركة الغيوم، أريد أخذها حتى من تندمج تطلع عندي مثل هذه بهذا الصيغة. ماشي، طيب هسه نجي كيفية دمج الصور. جدا سهلة، مجرد نحدد نضغط ب الكيبورد كنترول على زر الكنترول ضغطة واحدة، ومن ثم نقوم بتحديد الصور اللي نريد ندمجها. مثل ما قلت لكم، دمج الصور يحتاج إلى حاسبة كور اي 7 معالج عالي حتى تقلل من وقت عملية الدمج. تمام، بعد ما حددناها نضغط كليك يمين، وراها نجي على هذا الخيار فوتو ميرج، ونجي على ال HDR. في حال اذا انت كنت مصور صورة بانوراما
تتجه على بانوراما، هو أوتوماتيكيا يضبط لك هي على شكل صورة بانوراما. تمام، احنا حاليا راح نختار ال HDR. مثل ما تلاحظون هاي العملية راح تستغرق عندنا زمن طويل، اكيد باختلاف الحاسبات، كل شخص واختلاف الحاسبة مالته. اذا كانت حاسبة مالتك متطورة راح هاي العملية تتم عندك بصورة سريعة، اما اذا حاسبتك كانت بطيئة راح تاخذ عندك فترة زمنية طويلة. ملاحظة، كل ما تزيد عدد الصور اللي تريد تدمجها كل ما الطول عملية المعالجة. يعني عندي صورة من الصور ما أخذها ب 110 لقطة، يعني صورة من الصور دامجها 110 صورة، دامجها صور وبالنهاية أطلعها صورة واحدة. هذيك أخذت عندي تقريبا حوالي الساعتين يلا كملت الدمج مالتهم. اكو بعض الاشخاص يدمجون 1000 صورة، اكو بعض الاشخاص يدمجون 2000 صورة في صورة واحدة. هاي تستغرق عندهم ممكن 10 ساعات، ممكن نهار كامل الويندوز يظل شغال حتى يقوم بدمج هذه الصورة. وحاليا مجرد اللي علينا انه راح ننتظر دمج هذه الصورة وراح نشوفكم النتيجة. ماشي حبايبي، مثل ما شفتم هذه الصورة النهائية بعد هاي أول خطوة في عملية الدمج. مثل ما تشاهدون من هاي الجهة من ناحية يسار الصورة شلون الغيوم مسحوبة باتجاه القلعة وأيضا باتجاه الساعة. حقيقة الدمج شيء كلش جميل و يعني جدا يسهل علينا انه نعمل صورة جميلة، ما يحتاج انه نقعد واعدادات خاصة ونتعب نفسنا والشتر سبيد نخليه بسرعة معينة ونصي الاكسبوجر ونلعب بالايزو. لا، بس مجرد التقط 3 صور، لا تلتقط لمية صورة، فقط 3 صور، واحدة هاي اكسبوجر راح تعطينا جميع التفاصيل الموجودة، والثانية نورمال اكسبوجر اضاءة طبيعية راح تعطينا التفاصيل الطبيعية للمنظر المقابلنا، والثالثة ايش بقى عندنا؟ عندنا وحدة هاي اكسبوجر ونورمال اكسبوجر ولو اكسبوجر، بحيث بين عندنا ايضا تفاصيل البنايات، خاصة البنايات اللي بيها عتمة او اللي بيها سواد نحب هاي هم خليها تبرز. ماشي، هساعدني هنا بعض الخيارات. هاي كل خيار اجهزة تريد تأثيرات الدمج تقدر تخلي له، تقدر ميديم، تقدر هاي. انا يعني حقيقة ما استخدم هاي، لان من راح استخدمه راح يضعف عندي العمل على هاي الصورة على برنامج لايت نفسه او على برنامج الفوتوشوب، لان هو راح يقوم بتعديلها بصورة اوتوماتيكية. بس اني ما اريد هو يعدلها، اريد اني اعدلها، اريد اخلي لمستي الخاصة بالصورة. فراح نقول انه موافقين على هذا التعديل او على هذا الدمج. حاليا ننتظر ايه هنا حتتم عملية تخزين الصورة، تستقل شوية وقت. يعني مثل ما شفتم 12 صورة قمنا بدمجها، وكل صورة تقريبا 30 إلى 40 ميجا كل صورة. مثل ما تلاحظون حاليا عيمشي، بس شوية ياخذ وقت ولكن قرب. لذلك من البداية قلت انه اذا كان عندك حاسبة مواصفاتها عالية راح تسهل عملك. ماشي، حاليا كملت عندنا هاي الصورة اللي تم دمجها. اذا راح تشوف راح تكون مختلفة عن باقي الصور، راح تكون مختلفة. ليش؟
انه هذه مدموجة. طيب يا عيني، هاي الصورة اللي اشتغلنا عليها، ماشي حبايبي. حاليا مثل ما تشوفون هاي الصورة طلعت عندنا هنا. حاليا ما راح ندخل ونلعب بيها ونعدل بيها، لان شوفوا الفرق ما بين هذه الصورة وما بين هاي الصورة. اذا تلاحظون فرق يعني كبير امامكم. ماشي، حاليا شلون نقوم بطباعة هذه الصورة، شلون راح نطبعها، وشلون نكتب توقيعنا عليها. راح نكتب اسمنا او توقيع معين، وراح اشوفكم شلون الخط واللون وكذا. ماشي، حاليا نجي على اكسبورت، نضغط هنا، هنا نبدي وين تخزن الصورة. بعد اشني الشغلات المهمة، فايل نام، فيديو، احنا ما عدنا فيديو، هنا تختار نوعية الصورة، وعدنا ايه هنا، بعد ايوه واتر ماركينج. تجوني هنا اديت واتر ماركينج، مثل ما تلاحظون انا عندي توقيع قديم هذا متواجد امامكم. راح شوي نحاول نغير، هو بالحق سيظهر إيه هنا. تمام، صح. نشوف السبب ليش ما كنا شايفين. طيب سوينا ابيض، كواليتي سايز شوية نكبره. ماشي، وحاولوا قدر الامكان انه لا تكبرون حجم التوقيع مالكم بحيث يشوه الصورة الموجودة. طيب هذا راح اكبركم حتى اشوفكم ايش يصير. يصير مثل ظل خلف الصورة. لاحظوا هذا الظل، قاعد تلاحظون هذا الظل، هذا يصير ظل خلف الصورة، ايضا يعطي جمالية. هذا ايضا يعطي، يكتب لك الحرف خلف الصورة على صيغة ظل. شوف أنا حقيقة أشوفه جدا جميل. طيب الكواليتي ماله، تريدوا الشكل شوي يبين مثلا، حتى لا يدمر الصور اللي انت سويها وتعب عليها. تمام، نجي هنا نغير اللون. تمام، حاليا نوعا ما، بس اشرح، احتاج شوية اخليه بالوسط. مثل ما تشوفون هاي التواقيع اللي انا بسويها سابقا ومعدل عليها.
مثلا هذا التوقيع نخليه هنا، تمام. قلل شوية الكواليتي مالته، تمام. حاليا هذا كلش كافي، نسوي له خزن، نعطي تسمية مثلا معينة، كله احفظ. هسه نقول له تخريج الصورة. هسه راح مثل ما تشوفون هاي التحميل هنا export one file. بعد ان شاء الله ما راح يتخرج هذا او تخرج هذه الصورة، راح اشوفكم النتيجة النهائية. مثل ما تشاهدون حبايبي راح تشوفون حاليا النتيجة النهائية. هذه هي النتيجة النهائية، كبر بعد. هاي مثل ما تشوفون صورة روعة، بيها تفاصيل، بيها جمالية. شوفونها من جوات التوقيع شلون صاير. طيب حاليا ما هي الشغلات اللي راح نركز عليها بالفيديو القادم؟ راح احكي من هسه حتى تكون عندكم فكرة عن اشني هو الفيديو الجالي راح يجي. راح نحاول نقلل بعض الاضاءات، مثل عندنا بهاي الجهة من جهة اليسار من تحت اكو اضاءة شارع، هاي الابيض نحاول نقلله. من جهة اليمين اكو ايضا اضاءة شارع، اكو اضاءة الساعة، هاي نحاول هم نقللها. من فوق اعلى الصورة هاي نحاول شوية نسويها سواد، هاي الجهة سواد حتى تبرز عندنا، هاي نعملها سواد. والمنطقة السفلى هم نعملها ايضا شوية غامقة حتى شوية الصورة تبرز، يساعدنا سواد بسواد وبالنص شوية انه تكون فاتحة تبرز الصورة. بينما حاليا صورة جميلة بس الصورة كلها فاتحة، احنا ما نريد هاي النتيجة، هاي مجرد نتيجة اولية. ماشي حبايبي، تحياتي لكم، وان شاء الله تكونون استفاديتوا من هذا الفيديو. احبكم واموت عليكم. لا تنسون تتركوا لي بالتعليقات جميع التفاصيل، ممكن شغلات انه اني نسيتها، شغلات ما ذكرتها، قولوا لي اشني هي هذا الاختيار او كذا انت ما ذكرته، نريد نعرف اشني هذا الاختيار، اكتبوا لي بالتعليقات. ان شاء الله راح احاول اجاوب على جميع التعليقات او اسوي فيديو ثاني باجابة على التعليقات في حال اذا كانت التعليقات بالتأكيد مهمة. ولا تنسون اللايك والاشتراك، ادعمونا حتى ان شاء الله نستمر، و يجوا من الايام ان شاء الله تكونون مصورين مبدعين، هذا الشيء ما بعيد. كلتنا بدينا من الصفر وشوية شوية نبني نفسنا. تحياتي لكم، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، في امان الله.